أعزائي المشاهدين، كما عودناكم دائما في برنامج شفيق وخليل أن نلتقي بأهم نجوم الوطن العربي. شفيق وخليل أول مرة أسمع برنامج هذا. شفيق وخليل. نرجع خمسة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. كما عودكم برنامج شفيق وخليل أن نلتقي بأهم نجوم الوطن العربي، واليوم نلتقي بالنجم الكبير المتألق الفنان حاتم العراقي. أستاذ حاتم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم بكل الحضور وكل الكادر اللي موجودين. يا أهلا وسهلا. طبعا اليوم نحن بموقع تصوير أغنية لوبيدي. لوبيدي ما خليك تمشي، من الحان حسن فالح وكلمات علي العكاوي. شو بتحكينا شوي عن هذا الكليب؟ شرب الكليب هذا. طلبتوا شيء؟ مرحبا استاذ. هلا، كيفك؟ لا مو بس نخلص لقاء. شو طلبنا؟ اسفين يا شباب. شو لابس؟ شو بتح... خمسة؟ كوفي كوفي. كوفي كوفي. كوفي كوفي. خلص كوفي كوفي. كوفي. استاذ لو سمحت طلع لبرا. وسط وسط. خلص اللقاء، سلم على شيء. يا وسط وسط وسط. ايوه وسط. حاضرين. استاذ حاتم، شو بتحكينا عن الكليب واجواء الكليب في ابو ظبي اللي عم تصور حاليا؟ احنا صورنا تصوير نهاري. فين وسط؟ شو معقول؟ استاذ، شو بتخبرنا عن اجواء الكليب اللي عم تصور فيها حاليا اغنيه لوبيدي؟ اثنين وسط راح يدي. سمعته خبطت رجلي. يا استاذ خليني يا يعني حبيبي يا حبيبي استني يا رب. اسف انا وطيت من تحتها. شو بس ما خلصنا، بس عم ناخذ لقاء يا اخي. لازم تستاذ حاتم، معلش بعد اذنك. اهلا وسهلا فيك استاذ حاتم العراقي. انا بسمع شرايطك من سوريا. يلا اعطينا شوي. اعطينا والله خلينا اياك. اعطينا شوي. لا ماني حافظ لك شيء والله. لا شو تسمع انا غير تسمع؟ يعني سمعان شو اسمه هي. والله محتاجك يا اخي. استاذ حاتم والله محتاجك لخي الفنان محمود انور. للفنان محمود انور. ايوه شو عارف. بنحب لك اغانيك الجديده. يا اغنيه انت عم تسمع مو انا. لا هي تبع الحزينه. حزينه استاذ والله بتبكي بشرف. شو الاغنيه؟ اغنيه ولا موال؟ لا موال. ايش شو سمعنا؟ شو تبع شو اسمه؟ هو فعلا في لك موال شهر تبع مسجون بالغرب. موال غربه. الغربه حافظ منه شو؟ لا والله. لا ادري. الغربه على راسي. يلا حبيبي. اسفين استاذ. لا والله هلا هلا. استاذ في ايش في شريط او شيء؟ ان شاء الله بس خلص اللقاء. نازلين هون عندنا بالاوتيل. ايوه نازلين هون عندنا تصوير. تصوير لك عم نصور. ما شفت خلص عم نصور. خلص اليوم خلصنا. جيت الصبح يعني بدك تروح هلا المساء ان شاء الله؟ يلا هلا استاذ. وين راح؟ وين بده يرجع؟ بده يرجع على بيته استاذ اليوم؟ على دبي ان شاء الله. على دبي ان شاء الله. ساكن بدبي استاذ؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يلا حبيبي قلبي خلينا نكمل اللقاء. يا اخي امسكوه هذا. يا استاذي حاتم علي مع اختي على سوريا. بدي احكي معك. ما يخليك مع اختها ممكن تضيق. يعني طيب يلا هلا بخلص. حبيبي هلا بنخلص وهذا تستني ايه؟ خمس دقائق. حتى لبقت امرهم يعني حتى من هنيك لبقت. استاذ بعيده هنيك شو اثرها يعني على مهامه يعني؟ مطرب مطرب مثله مثل. حبيبي قلبي انا عندك اي وقت على راسي. كلمه كلمه هو 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 بيحبك يعني. هي الحكايه على عيني. حبيبي يلا حبيبي حبيبي يلا استاذ. شو استاذ يلا مشان الله بس خليه يحكي معه. خليه يحكي ونخلصنا مشان الله. تبع والله ومحتاجك يا اخي. لك محمود انور يا اخي. لا اي لمحمود انور هدي. ليكو عم يطلع مثل ضحكه ابوكي على فكره. ضحكي على ابني. ايه ثقيل. ايه يلا ضحكه ابوك على ابني. يلا يلا اوكي بحكي معك بعدين. يلا اوكي. شو لابس؟ شو لابس؟ شو لابس؟ يستر على الله. هي بس ناخذ المشهد هذا. حبيب انت من وين انت؟ نحن من سوريا. بام صلى لك على ما عم نسالك مين يعني انت هون شو بتشتغل؟ انا بشتغل على اراجيل وقهوه مرات. طيب ممكن بس خلينا نخلص لقاء خمس دقائق والاستاذ حاتم. كيف قلت لك اعمل لي قهوه وسط؟ قلت لي اوكي. يعني قهوه مره وقهوه وسط وعلى كيفك. مو في انا بس لك مساوي اللي بدك اياه. حبيب قلبي على راسي. ممكن نسوي لقاء؟ في مجال؟ على راسي يعني ما بتقاطعنا ما؟ يلا تفضل. شنو هو ابو علي؟ ارجعني شوي هيك بس شال اضاءه كمان يا اخي. ارجع يا اخي لانه الشادو تبعك عم يطلع. يلا خلينا نخلص. منين جايبه؟ يلا بس خلص. بدك تيجي تسوي حفلات عندنا بالربوي بسوريا ان شاء الله. اجي سوريا
خليه على راحته. يلا خليه خليه على راحته. معلش معلش ما دعوه ما دعوه يلا ما دعوه ما دعوه باين عليه شوي اجدر. ستاند باي ما عليه محمد هذول الاظراف كثير هذول. حي ذا الله. انت تصور انت شيء بس هو هي هي بنفسها بتسوي فوتوغراف. والله تصور معه شوي هلا هلا بتصور ما تسوي فوتوغراف هي يعني نفسها ما بقدر تطبع لي اياها. هي بس تلفزيون اخي بس شوي شوي شوي, شوي ورجع بعد. يلا يلا كاف تفضل 5 4 3 2 استاذ حاتم ستاند باي 5 4 3 2 تفضل. استاذ حاتم شو ممكن تحكينا عن اجواء الكليب بابو ظبي؟ الحمد لله اليوم الجو يعني جميل جميل جدا. يا الله يا حبيبي انت في وش براسه في وش براسه في شيء في شيء في شيء براسك انت شربان شيء عيوني شربان شيء حبيبي. لا بس ما بنقدر نصور مع لسا. لكن شو بدك تصور التلفزيون هذا مو كمو فوتوغرافيا يا اخي كنا نخلص اقامه نحن صرنا ساعه نستنى الاستاذ حبيبي وانا اجمع صرنا 4 ساعات قاعدين هون. لا بابا بس انت كبر 5 دقائق لا تكبروا ولا شيء خلص تصور انت وياه بدك تعطينا شريط بس خليه بمن عيون. يلا حبيبي على السي دي عندنا سي دي بدي ام سي دي ما اعطيك شيء خلص على السي دي عندنا احلى حاتي. يلا حبيبي على راسي يلا احلى قوت تفضل. يلا حبيبي بس كيف الفضل ما جيتهم بالكليب جيتنا على انا استاذ فعلا ما متوقع على محمود انور جد لحيت لحيت لانه قال نرجع صوت. يلا استاذ ما متوقع استاذ حاتم ذو الفقار لا هي استاذ حاتم العراق حاتم هو حاتم العراق يعني اني تو اسلم لي عينك. يلا حلي يلا يلا تفضل استاذ. يلا 5 لا كاف سلام عبود يا مي مصر يعني بس داخل عين رايح راجع. لا خلص ما عاد انا ما عاد ادخل استاذ شوفك هيك على بعيد. طيب بس من هون لا تقرب على الكاميرا يعني امسكوه نعم امسكوه جماعه امسكوه امسكوه شو هو يلا استنى لك وحيات عرضي هو بعرضي هو. يلا يا يلا استاذ خلص انا وصلت خلينا نصوت شوي يعني 5 يعني قدرت قدرت الفندق وين تفضل 4 3 2 تفضل. يلا استاذ حاتم شوف غير هالسؤال غير السؤال الثاني طيب اوكي يلا اعطينا بالله عندي طلع القاهره يعني من الاسبوع يعني اسبوع 10 ايام ان شاء الله التسجيل الجديد ان شاء الله يا رب يسمعوا الناس ويستمتعوا الحمد لله. هو اكيد شعبيتك شعراء عراقيين يعني شعراء وملحنين عراقيين شباب ان شاء الله يعجب الناس ويسمعوا الجمهور والحمد لله يعني قدرنا نوظف الاغنيه العراقيه الجميله بصوره صحيحه والحمد لله. هو الحمد لله انه لك يا عمي بنحبه ليش التكبر ولا بنحبه ما متوقع على انه يا حبيبي تعال شوف ما بنقعد معك شوي يا اخي يخلص اللقاء ونقعد صار لك 10 دقائق عم تقول لي يخلص اللقاء اي مو انت قاعد تقطع اللقاء يعني وين عم تقطع اللقاء يجيب لقاء اللقاء يجيب لي انت على راسي احنا ما بدنا نتصرف معك تصرف سيء يا حبيبي الله يرضى عليك عم بيبي كان راغب علامه هذيك اليوم والله ما بتعرف راغب تصور معنا والله بعين اصور معك راغب ما بيتكبر على فكره وين كاميرتك انت صور في عندك كاميرا لا اذا عندك استاذ تحمض لنا اياها بتعطينا صور اعطيك احمض لك لك استني عيني عصبني انت يا استاذ لا لا ما بتعصب خلص شوي الشغل بعدين طيب امر عيونك يلا يلا بس بدي بوثر لك يا انا شو بتحكي لنا عن اسفارك حفلاتك؟ انا الحفلات اللي قمتها كثيره يعني بالبلدان العربيه بسوريا بالامارات بالاردن راعة سوريا وحياه ربك راعة سوريا وسوى احلى حفلات راعة سوريا شلون ميه حلوه هاي بدك تسبح يعني؟ الله يسامحك يا سيدي نسبح انا وانا معك يعني الله يسامحك يعني بس بدي اصور مشان امي تشوفني باللقاء معك يعني شو كافي يعني الحقيقه حاجه يا معلم يعني تحملناك كثير يا هلا كلهم عندنا نحن حاتم العراقي الغي خليه غير والله العظيم قلب انت بعيوني والله بعيوني لك يا اخي ليش استاذ فيكم ما متكبرين نحن والله العظيم ما متكبر انا ما متكبر لا استاذ يعني انت راح تخليني ابكي عليك وانا راح ابكي لا عم نقول له اللي قاعد تشوفه يا اخي يا اخي عندك على عيني وعلى راسي بس لك استاذ حاتم يعني من الناس اللي معروف حضرتك مذيع بالتلفزيون تسلم لي عينك هذا مذيع حبيبي حبيبي عليك فنحن يعني افضل مشوار من دبي اخيرا شفتك شخصي على فكره جد كل شيء متوقعه قال بيقول لك المثل جبل مع جبل ما بيلتقوا بس بني ادم مع بني ادم بيلتقوا لك احلى حتوم لك تسلم لي عينك تفضل في مجال حتوم في مجال بس نكمل حتوم مع الاستاذ حاتم ممكن تفضل لك هلا هذيك اليوم كان وليد هون
وليد توفيق كلهم صاروا رفقاتي استاذ. عندي صور بغرفه هالقد. يلا ما بعدين خلينا نخلص اللقاء وبعدين نكمل. يلا يلا حبيبي قلبي يلا خليه يخلص اللقاء على خير. يلا حبيبي قلبي نخلص اللقاء. طيب يلا حبيبي صح. والحمد لله من خلال الكلام واللحن يعني. بس الملاحظ انه حضرتك بتحمل. لا نحن ميديوم يا استاذي ما مبين والله. نحن مع بعضنا هيك جوات كذا ما مبين. ما مبين كنا ميديوم. ما بدنا نعيدك ان شاء الله. انا تعبان. انا تعبان والاستاذ تعبان. انا تعبان يعني انا من 7 ونص تصوير هون عبده. طبعا الشباب مو مو عنده الصبح. عندك الصبح بكره؟ لا الصبح جاي انا هون تصوير عندك. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. كلنا يا شباب اسفين استاذ على راسي. لك هلا كل يوم نحن بدنا نشوف حاتم. عفوا شو بدك تحكي مع الاستاذ؟ خلص خلص برا. يلا يلا شو بدك تحكي؟ شو خلص ويلا بس تخلص. خلص كلامك و... خلص كلامك وروح. يلا شو بدك شو بدك تقول بالاخير؟ خلص يعني احكي معه اللي بدي يقول. احكي اللي بدك اياه وبعدين. والله بدي احكي معك ساعات وساعات. احكي ساعات. احنا بدنا من هاي الساعات 10 دقائق من فضلك يعني. خلصها وبعدين خلصها كلها استاذ وروح. معلش ما يميز اغنيه حاتم العراقي هي كلامه يعني. كلامها اللي لا عم بسمعك. عم بسمعك. لا مو طبيعي طبعا عبود. شو نطلع يعني؟ عادين وين بطلع؟ شو بعدين؟ شربان شربان. لا مو شربان. عم بيقول شايفه هذا له اغاني. شايفه هذا الكبير. شايفه اغاني بسوريا على فكره بيسمعها الكبير والصغير. لا لا لا, لا ما يميز حزنها يعني الاغنيه العراقيه. استاذ ليش ما بتغني اغاني هيك باللون اللون السوري او كذا؟ بس يعني ان شاء الله ان شاء الله اكو شيء موضوع يعني. ميديوم احنا استاذ ميديوم. ايه يلا يلا. طبعا قائم ميديوم طبعا. طبعا يلا هذا هيك. انا بستاذن لا والله ما بس نخ... هي نختم. يلا استاذ نختم. هي بنحكي بس تحكي لنا شوي بس صغيره عن رجع رجع. خلينا ميديوم استاذ تحكي لنا بس شوي صغيره عن اخر اعمالك هلا بتشتغلها ونقفل اللقاء. يلا يلا يا حبيبي. احلى احلى معلم. لا تسلم لي عينك. انا ما موجود يعني من الشغل مالتي ما موجود. بس انت يعني شو اي ساعه بتقوم على الشغل؟ شو بك انت؟ شو بك يعني اي ساعه بتقوم على الشغل؟ انا على 10 بالليل. الله يعطيك العافيه. يلا خلصوا. يلا خلص. بس اسال اخر سؤال. اخر سؤال. اخر سؤال. يلا اخر سؤال. اخر سؤال. في شغل غير الطرب عندك يعني؟ في اعمال في هوايات ثانيه؟ لا بس الطرب. ما بتشتغل شغله ثانيه؟ بدي اقول لك خلص الصلاه. طيب هلا عندنا واحد بالحاره لان النجار الصبح وبالليل عم يشتغل مطرين. يلا يا معلم. يعني بتقول في نهاية هذا اللقاء. في نهاية هذا اللقاء نشكر الأخ الأستاذ مثلا. يلا 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 بس كانت معك كاميرا خفية. ها؟